وأستغل هذه المناسبة بتوجيه كلمة ورسالة إلى الزعيم، إلى زعيم أوروبا وإلى زعيم أمريكا، بل هو زعيم العالم المنتخب حديثا أوباما، وهو زعيم الروم ويمثل زعماء الروم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أوجه له رسالة من ثلاثة محاور. أما الأول فإني أدعوه إلى الإسلام بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبدعوة الله عز وجل. يا أوباما أسلم تسلم، وأرجو أن يؤتيك الله تعالى أجرك مرتين، أجرك بإسلامك وأجر من تبعك ممن أسلم بإسلامك وآمن بإيمانك. فإذا أردت عزا ففي الإسلام، وإذا أردت شرفا ففي الإسلام، والذل كل الذل في غير الإسلام. وإن ترأست العالم أجمع فأنت يا أوباما ممن عاهدت الله تعالى الذي خلقك وسواك ورزقك وبلغ بك هذا المنصب أن تكون مسلما موحدا لله عز وجل، خاصة وأن لك بعض الأصول من قريب أو بعيد بالإسلام. فأسلم تسلم، فالعز كل العز والشرف كل الشرف في اتباع الله تعالى واتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. واعلم أن الدين الحق هو دين الإسلام، وما دون ذلك أديان مزيفة باطلة منسوخة بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فإن أبيت أن ترجع إلى أصلك الذي فطره الله تعالى عليك، فانسحب في المحور الثاني بجيوشك الجرارة وقواعدك العسكرية من بلاد المسلمين، واعلم أن كل من سبقك ذهبوا إلى مزبلة التاريخ، وأن تاريخ أمريكا الأسود الكحيل في بلاد المسلمين وفي بلاد العرب إنما هو شؤم عليك وعلى من سبقك وعلى من يأتي بعدك. واعلم يا أوباما أن أمريكا بقضها وخضيدها لا يمكن أن يهنأ لها بال، طالما أن طفلا من أطفال المسلمين لا يرتاح في طعامه وشرابه ودوائه ومسكنه. فإن أبيت يا أوباما إلا أن تبقى في بلاد المسلمين فوالله ما هو إلا المحور الثالث. واعلم يا أوباما أن الله تعالى لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته، وإنهم يستبطئون الجنة وإنها أقرب إليهم من شراك نعالهم. واعلم يا أوباما أن في الإسلام وفي بلاد الإسلام من يطلب الموت ويحرص عليه أكثر من حرصك أنت ومن معك على الحياة، أي حياة وإن كانت ذليلة.